اهلا بكم من جديد، معاكم مبرمج احمد محمدي وحلقه جديده من كورسنا، كورس تعلم برمجه التطبيقات الويب باستخدام ASP.NET Core. والنهارده تعالوا نكمل كلامنا اللي كنا بدأناه في الحلقات اللي فاتت ونخلي شكل التطبيق بتاعنا اكثر احترافيه. في الحلقة اللي فاتت عملنا ليست كده اهو زي ما انتم شايفين ونافيجيتنا عليها، بس عملناها في النيو ايتم بس اهو، وقدرنا مثلا لو عايزين مثلا الكتريك ماشينز، وهنا نقول هنا نسمي الايتم مثلا بتاعنا اي حاجة ونديله برايس اي برايس ماشي، ونعمل سيف فهي سيف اهو الايتم، ولو دخلنا هنلاقيه الكتريك ماشينز زي ما احنا اخترنا ماشي. طيب انا عايز اعدل بقية الشاشات بتاعت الايديت والديليت والسيف، طبعا هنا هو نفس الاوبشنز فعشان كده اختار برضو لان هو بيعتمد على الاي دي ماشي. وهنا لو رحنا ليه هنا الايديت، طبعا انا شرحت لكم موضوع ان انا عامل الشاشات كلها يعني كل شاشه لوحديها عشان الناس المبتدئين، عشان الناس اللي بتسال برضو. هناخد هنا السيلكت كنترول سي نحطه هنا، وبرضو في الديليت هنحطه هنا، بس ما ننساش طبعا نرجع دي ديسيبل تاني اوكي اللي هي الكاتيجوري ديت، عشان ايه ما طبعا مش محتاج يغير القيمه بتاعت. بعد كده هنروح للايديت للكنترولر، فين الكنترول، هنروح للايتمز كنترولر ماشي، ونلاحظ ان احنا ضايفين السيلكت ليست في النيو بس، لا انا عاوز اضيفها بقى في الايديت والديليت كمان، لان انا لو ما ضفتهاش في الايديت والديليت. تعالوا نرجع كده ونرن، ادي هنا ايتمز، ومثلا هنا في ادي الايتمز اللي احنا ضفناه، احنا فاكرين ان هو كان الكتريك ماشينز، ونخش هنا هنلاقيه فاضي ماشي. طيب ليه؟ لان انا طبعا شلته من ال HTML، انا حطيته في الباك اند بس. فتعالوا من داخل الكنترولر نصلحه في الايديت، طبعا هنكول ده كده في الفانكشن جيت ماشي، ممكن نقوله هنا ماشي، بس تذكر قبل ما تقوله تبعت له هنا الايتم دوت الكاتيجوري اي دي، ده لازم ليه؟ عشان لما يروح الكاتيجوري اي دي يعرفوا هيقف على انه ايتم فيهم، لان زي ما احنا اتفقنا ان هو السيلكتد اي دي هي القيمه اللي هتبقى سيلكتد من الليسته اللي انت باعتها له ديت. ونيجي هنا برضو في الديليت نعمل نفس القصه، ديليت هنا ونقاد بالطريقه ديت ماشي. لو عملنا رن ودخلنا على الايتمز وهنا وقفنا بالايديت هنلاقيه دخل لك الالكتريك ماشين وبقيت الكاتيجوريز موجوده لو انت حابب غيرها. تمام كده، تعالوا بقى يعني نضيف حاجه جديده في الحلقه ديت، وهي ان احنا ناخد الداتا بتاعتنا من الداتابيز، ما ناخدهاش من لسته كده زي ما احنا عاملين. طبعا الفكره بسيطه، بس احنا الاول هنعمل مايجريشن ماشي، فهنروح على اول حاجه على الدي بي كونتكست اللي احنا كنا ضفناه، ونيجي هنا نعمل هنا بابليك دي بي سيت ماشي، ونبدا نضيف الكاتيجوري بتاعنا ونسميه هنا كاتيجوريز، نسمي الجدول هنا بتاعنا كاتيجوريز ماشي، ونحطه هنا جيت وست. دي اول حاجه، ده الديزاين بتاعنا، بس لازم اعدل برضو في الايتمز والكاتيجوريز، اضيف نافيجيشن بروبرتيز فحاجه هنا في الايتمز عشان طبعا اعرفه ان ده الفورين كي بتاع الجدول اللي هو الثاني ماشي، وهاجي هنا واقول له هنا public مثلا هنا كاتيجوري، وهنا هنسميها برضو كاتيجوري، وهنا جيت وست. طبعا دي النافيجيشن بروبرتي عشان من داخل الكاتيجوري اقدر اوصل للمربوط بالكاتيجوري اي دي. وهنا هقوم جاي قايل له ايه بقى، طبعا هنا ممكن نحط علامه النليبل هنا كده عشان ما يعملناش ايرور دوت، بس حط هنا هنحط فورين كي ماشي، وندخل فيه اسم الجدول بتاعنا ماشي، عشان يبقى معروف ان الكاتيجوري اي دي ده الفورين كي بتاع الجدول دوت. وممكن نعمل كده او ما نعملش، ان احنا نروح للكاتيجوري ونعمل ليست هنا، بما ان دي علاقه 1 تو ميني، هي طبعا علاقه 1 تو ميني، كاتيجوري واحد بيتحط فيه ايتمز كتير، فهنا ممكن اجي هنا في الشاشه بتاعه الكاتيجوري واضيف هنا بابليك وهنا اي كولكشن ماشي، وادخل فيه هنا الايتم بتاعي وهسميه مثلا ايتمز، وهنا جيت ست. طبعا دي نافيجيشن بروبرتي ماشي، الهدف منها
ان انا اعرف الجدول دوت ان هو جدول يعني متصل بمجموعة من بيانات اللي موجودة في الايتمز اللي هي العلاقة بالظبط كده الوان تو ميني وان كاتيجوريز ميني ايتمز، لان كل كاتيجوري بيبقى تحتيه مجموعه كبيره من الايتمز. طبعا ده كان نوع من انواع التصنيف، ماشي. فهاجي هنا اهوت كده مثلا، ممكن اضيف كمان داتا هنا عشان الجدول دوت، اخلي ده هنا، ده هنا هنا الكي بتاعي، ماشي. وهنا مثلا نخلي النيم ايه اكوايرد، اوكي. وبس كده انا صممت الداتابيز. ممكن اعمل مايجريشن، بس طبعا بدل ما اعمل شاشه ادخل فيها الايتمز اللي انا هعملها، فتعالوا كده اهوت هنيجي على الدي بي كونتكست، ماشي. ونيجي هنا الاوفرلود لميثود اسمه الاون موديل كرييشن، اوفررايد فويد اون موديل كرييشن. وهنيجي هنا ونعمل هنا نستخدم الموديل بيلدر ونقول دوت انتيتي، ماشي. وندخل اسم الانتيتي بتاعنا اللي هو هنا الكاتيجوري، ماشي. وطبعا هنا كده وندوس دوت هاش داتا، ماشي. ونبدا ندخل في ايه السيدز ايه بتاعتنا، اوكي. ممكن اخدها بقى من الكنترولر اللي احنا كنا عاملينها هنا دي، هنا ماشي اهي، خدها كلها كده كنترول سي، وهنا نحطها هنا كنترول اي في، ماشي. لو عملنا ايه طبعا هنا شرطة بايظة، لو عملنا كده رتبنا الداتا رصيناها هنلاقي ايه الدنيا ايه مظبوطة، اوكي. فكده يبقى انا ايه بعت داتا سيد للتيبل ايه بتاعي، اوكي. طبعا هنا الايتم كنترولر خدته عشان بعد كده هنبدا نلود من الداتابيز، ماشي. انا كده خلصت الديزاين بتاعي من الداتابيز جديد اللي هو غيرت شكل الداتابيز. وتعالوا بقى نيجي هنا للتولز ونيو جيت باكجز باكج مانجر، ونبدا نعمل هنا اد مايجريشن ونسميه مثلا كاتيجوري ايه تيبل، وندوس بيلد ستارت. هنا حصلت مشكله في المايجريشن، هو بيقول لك ان الفاليو بتاعك ما ينفعش يبقى بصفر اللي انت بعته للمايجريت. ممكن نشيل سيلكت كاتيجوري ديت او نديها كود واحد بدل صفر، نخليها مثلا هنا 1 2 3 4، لان انت عامل كي، فالكي طبعا بتاعك هيبقى 1 2، هو اوتو انكريمنت طبعا، فيبقى 1 2 3 بيبدا من 1 وبانكريمنت 1، فطبيعي ان قيمته عمرها ما تبقى بصفر، فعشان كده هو قفش معانا. تعالى نرن تاني المايجريشن بتاعنا اد مايجريشن، تمام كده هو كرييت المايجريشن بتاعتنا، ماشي. والمايجريشن بتاعتنا اهوت اتعملت اللي هي اد تيبل كاتيجوري تيبل. وبعد ما عملنا المايجريشن ممكن نعمل بقى ايه هنا ابديت داتابيز وندوس ران، يقول لك بيلد سكسس. هنشوف كده، يبدو كده ان حصلت مشكله الفورين كي كونسترينز، يبدو ان في فورين كي في الجدول التاني مش متعرف عليه. فهنا في 2 0، طبعا احنا الصفر شلناه لان طبعا هو مفيش صفر، طبعا انا مش مخلينا ليبل، ودي الحته اللي كنا اتكلمنا عنها في الحلقه الاولانيه، ان كان المفروض ان انا اخلي الكاتيجوري اي دينا ليبل، بس يعني عشان نمشيها ممكن نعمل 1 هنا وهنا 3، ماشي. ونرجع تاني نعمل ابديت داتابيز وكده هتبقى مفيش اي مشكله ان شاء الله، تمام. دان، تم ايه كرياتت ايه الداتابيز. لو جينا هنا وقفنا على التيبل وعملنا هنا ريفريش هنلاقي جدول كاتيجوريز اتضاف، والكولومز لو عملنا هنا ديزاين هنلاقي الكولومز بتاعتنا اتضافت، ماشي. وهنا الداتا اديت توب روز اهو الداتا بتاعتنا ايه كمان ايه اتضافت، تمام كده. تعالوا بقى نرجع نسيبنا بقى من المايجريشن والداتابيز والكلام دوت، ونرجع للكنترولر اهوت الايتم كنترولرز. المفروض ان الداتا ديت عاوز اجيبها من الداتابيز، فممكن بقى نيجي هنا كده نوقف ده كده وهنجيب مثلا هنا ليست كاتيجوريز، هنقول له هنا هيساوي اندرسكور دي بي دوت كاتيجوريز دوت اي تو ليست، اوكي. وهنا في الحلقه ديت هنلاقيها ايه راح جاب الداتا من ايه الداتابيز. تعالوا كده نرن ونشوف، بس في نقطه واحده، بما ان سيلكت ايتم قبل ما رن، بما ان سيلكت ايتم بقت بتبدا من 1، فنخلي الديفولت بتاعنا هنا ايه 1، لان خلاص ما عادش في صفر، ماشي. احنا مربوطين دلوقتي بتصميم الداتابيز، اوكي. فتعالوا نرن
ولو رحنا عند الايتمز كده ودخلنا في اي ايتم منهم هنلاقي هنا عندها موبايلز، وادي كله هنا هنغيرها لكمبيوترز ونعمل سيف ونخش تاني هنلاقيها بقت كمبيوترز باك تو ايتمز. وهنا في الديليت هتلاقي مثلا هنا كمبيوتر، بس طبعا انت ما ينفعش تعمل لها حاجه، تعمل ديليت بتتشال. وهنا برضو في الاد نيو هتلاقي الليسته ايه موجودة. وبس كده يعني، اتمنى تكون الحلقة دي كانت مفيدة ليكم من كل الجوانب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم مبرمج احمد محمدي، لا تنسوا عمل سبسكرايب للقناة. دمتم في رعاية الله وحفظه.